فريق نادي السالمية هو برقان، وبداية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين صارت اللقاء شوف 3-3 بالدفاع، 3-3 برقان، هذا الجدي وني البناي أول تصويبة ما فيها شيء ما فيها شيء، فاست بريك سريع. يا سلام عليك يا مهدي، يا سلام عليك يا مهدي، وما قصر فيها الجيماز، برافو يا مهدي، مهدي خان، شوف مهدي الفاست بريك، وهني الجيماز، وهذا أول هدف لفريق برقان. فريقين محتاجين الفوز طبعا، تغيير المراكز، لكن برقان محتاج لهذا الفوز، وهذه ثاني كرة سهلة، ثاني كرة سهلة، والرندي، الرندي لوين يا الرندي؟ وين يا الرندي؟ الرندي يصوب كرة لكن خارج، خارج المرمى، خارج المرمى يا الرندي، ترجع الكرة البناي، طبعا الخط الخلفي هذا الحمادي، عبد الحمادي لاعب قوي، لاعب يصوب من خارج أمتار التسعة، والجيم شوف تحرك الأربعة اثنين نعم 4-2 والروضان، يا سلام عليك يا القرين، الروضان طريقة 4-2 نزول على الدائرة، المسعودي بالجناح اللي نزل على الدائرة، برافو لفريق القرين، والنتيجة 1-1 طريقة 5-1، هذا عبد الله الحجرف، الحجرف أيضا نقول له مبروك يا الحجرف على الزواج، لاعب منتخب أيضا سابق، هذه كرة الحوطي إلى الحوطي، الحوطي للحجرف، لكن في عاقة، في عاقة، في إنذار، في إنذار على الجدي 55، شوفيني في إنذار، كرة مع برقان، سلام يا سلام على التمرير، يا سلام يا سلام على التمرير، لكن وليد، وليد الجيماز كرة لب، وهذه ثاني كرة تضيع من برقان، كرة سريعة لقرين، يا سلام وصل الكرة لكن الحجرف صاحي، وترجع الكرة مرة ثانية إلى الحمادي، الحمادي الحمادي الحمادي، هذا هذا لاعب يصوب من خارج أمتار التسعة، الحمادي عبد الله الحمادي، برافو لقرين 2-1 على برقان، دفاع متقدم 5-1، هل راح تكون في مساحات؟ هل راح تكون في مساحات؟ في عاقة، في عاقة، هذا الحجرف، هذا الحجرف عبد الله الحجرف، شوف ايش راح ينفذ برقان على الدائرة، كرة سهلة، كرة سهلة، كرة سهلة من برقان، ثلاث كرات من برقان، ثنتين بالحارس، وهذا عيسى يرد، وهني ترجع حق الروضان، لكن رمية جزاء، رمية جزاء، وهذا حكمنا الدولي جاسم سويلم، جاسم سويلم بعد ما تصدى لها مهدي خان، حارس مرمى، رمية الجزاء، كرتين مع الحارس المرمى أضاعهم نادي برقان، كرة بالتمرير، هاي ابتسامة من سويلم، وهادي نصير، ورمية جزاء، وهذا أبو يابس حارس المرمى، محمد أبو يابس، واللي راح يصوب منه التصويب، وهدف، برافو، برافو، هدف، فرج، هذا فرج، هذا فرج البرجس، برافو يا فرج، كرة للحجرف، ويرجع الحجرف، عبد الله الحجرف يرجع بكل قوة، وتصويب، برافو يا الحجرف، شوف عبد الله، برافو عبد الله الحجرف، برافو عبد الله الحجرف، والنتيجة 3-2 2 برقان، توقع كابتن محمد مسعودان أكيد عنده فواز الهادي، فواز موجود أيضا من اللاعبين اللي صوبون من خارج أمتار التسعة، يا سلام عليك، ما استلمه لكن برجلك يا المسعودي، كرة سريعة فاست بريك الجيماز، وهدف، هدف الجيماز على فهد العميري، هذا فهد العميري، وني الفاست بريك من الرندي إلى
الجيماز. برافو يا وليد. وليد الجيماز. والنتيجة 3-3. 3-3. شوف الدفاع المتقدم. الدفاع المتقدم. أي هروب أي لاعب من الخط الخلفي راح يسبب مشكلة واختراق أي لاعب من الأجنحة. سواء المسعودي. شوف الكرة هذه. الحمادي. السلام عليك يا فهد. يا سلام عليك يا الحمادي. يا سلام عليك يا الروضان ويا الحمادي. شوف برافو برافو الروضان. فهد الروضان على الدائرة. تكلمت عنه في أكثر من مباراة. علقت على فريق القري وتكلمت عن هذا اللاعب الدائرة. وهذه كرة الحوطي الحوطي الحوطي. هذا الحوطي. هذا الحوطي يصوب. برافو الحوطي. فيني في خطأ. وفاست بريك سريع الرندي. الأولى طافت يا الرندي والثاني الدش. الأولى يا الرندي أقول يعني استهترت فيها بالتصويب، لكن الثاني لا لا، الثانية يسجلها. فاست بريك. نتيجة ليه برقان 5-4. شو الطريقة الدفاعية 3-3 هني على الأجنحة. لكن فهد الروضة اللي طلع. شوف نزول المسعودي. هذا المسعودي لاعب منتخبنا للشاش. شوف فاضي فاضي فاضي. يا سلام عليك يا سلام عليك يا المسعودي. ويا سلام عليك يا الجدي. توصيل كرة واللعب السريع. اللعب السريع المتخصص الجيماز بالفاست بريك. يا فهد العميري. برافو برافو يا ولي. كرة اليد أصبحت اللعبة السريعة. السنتر السريع. هل راح يطبق نادي القرين نفس الطريقة يا الجدي؟ هل راح يطبق القرين نفس الطريقة؟ خلينا نشوف. محمد زول فهد المرة اللي نزل على الدائرة. شوف من اللي نزل على الدائرة هالمرة. الجناح واستلم له. اللي نزل هالمرة ناصر الدوسري. هذا الحوطي ناصر الدوسري على فكرة بالجناح الأيسر. لاعب مميز مع فريق القرين. الهروب من الرقابة هدف. الهروب من هذه الرقابة هدف. أو نزول مسعودي أو نزول الدوسري. خلينا نشوف. هذا الدوسري مرة ثانية. ناصر نزول التبادل. عيسى بالاستعجال بالتصويب. لكن مهدي خان. مهدي خان. برافو. هذا مهدي خان خبرة خبرة حارس مرمى خبرة. نتيجة 6-5. ما زالت البناي. البناي مصر. شوف اللعب الفردي يا عيسى البناي. انت سجلت 5 اهداف بطريقة مميزة، خاصة لما تلعب 4-2 واختراق الدفاع. لكن الاستعجال راح يأثر. شوف شوف التبادل. يعني في خطة. كمل يا عيسى. في خطة هني. خلينا نشوف. البناي الى الجدي. كمل الضغط. كمل الضغط يا عبد الله. اطلع عليك. لو مكمل الضغط ايضا راح يوصل لعيسى. برافو يا عبد الله الحمادي. برافو يا الحمادي. هذا اللعب الجماعي عزيزي المشاهد. هذا اللعب الجماعي. اللعب الجماعي. سجل منها الحمادي. تعادل عادل بين الفريقين. 6-6. دقيقة 8. راح نتغلع الدقيقة 9. الحجرف. الحجرف. شوف الطريقة. الحوطي اللي حاول نادي القرين ابعاد كرم. حسين كرم يقود. قلت من البداية حسين كرم هو رقم 7 هو اللي يقود. برقان كان فيه عاقه. دفاع قوي دفاع قوي دفاع قوي. خلينا نشوف. برقان كرم الحجرف. تبادل مراكز. تبادل لكن دفاع قوي. برافو برافو لقرين. هذا قاسم سويلم. ما وصلت الكرة يعني حق لاعب الدائرة اللي هو عبد الله عيسى لاعب الدائرة. هني الحجرف. قلت لك أنا في أوراق رابعة عند برقان، خاصة اللاعب الباك الأيمن. وهني الجيماز إلى الحجرف في رمية جزاء. يقول رمية جزاء. نصير يقول رمية جزاء. شوف ريل لاعب من داخل. ريل لاعب من داخل. طبعا مو أنت يا اللاعب رقم 13 محمد عبد الله. لا والجيماز والجيماز والعمير. وهدف هدف. برافو يا
الجيماز، وليد الجيماز، نتيجة 7 برقان. الجيماز ما زال مسجل 4 اهداف. الجيماز، وهذا الكابتن رشيد شريح مدرب برقان. هذا رابح رشيد محمد مسعودان، طبعا اسف محمد مسعودان برقان. هذا رشيد، وهذا هدف، هذا هدف مفاجئ، هدف مفاجئ قام الحمادي، كرة سريعة، النتيجة 7-7. هدف سريع ومفاجئ حمادي، مثل ما قلت مدرب القرين والكابتن رشيد شريح ومدرب برقان محمد مسعودان. شوفوا الهجمة هذه، برافو يا حسن، الجناح تركي، وصل يا عبد الله، وصل يا سلام، لكن ما استلمها وليد. برافو برقان، برافو برقان، الضغط السريع قاعد تسوي مشكلة في دفاع القرين، لكن الاستعجال من فيصل، وفي إعاقة، في إعاقة، في إعاقة. خارج امتار 9، كرم، كرم إلى الجناح، لكن فهد العميري هالمرة، فهد العميري حارس مرمى، كرة سريعة الجدي، البناي، البناي إلى الجدي، لكنه راح يهدي الحمادي، يهدي الحمادي. 3-3، 3-3، حركة لاعبين القرين بالطريقة اللي يطبقونها، اللي هي 4-2 على الدائرة، نزول أي لاعب، زيادة عددية الحمادي، لكن دفاع قوي، دفاع قوي. راح ندخل على الدقيقة 12، الجدي إلى البناي، إلى الحمادي، إلى البناي، يا تصويب لكن خارج المرمى، ترجع الكرة إلى برقان، سريع الحوطي، الحوطي سريعة إلى كرم، إلى عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله الحجرف، هذا عبد الله الحجرف، برافو يا عبد الله الحجرف. شوف عبد الله الحجرف دخول بكل قوة، والتصويب على فهد العميري حارس مرمى القرين. نتيجة تقدم برقان 8-7، نفس اسلوب الدفاعي. هنشوف نزول طبعا منصور عبيد في الباك الايمن، كان عيسى البناي، هل راح تكون 4-2؟ نزول بالفعل، نزول الدوسري على الدائرة، اكيد 4-2. ومنصور، سلام عليك، يا سلام يا سلام يا منصور، هذا منصور، هذا منصور عبيد، برافو يا منصور، منصور، شوف منصور، منصور، برافو يا منصور عبيد، تصويب كل قوة، يسجل هدف التعادل، هدف التعادل. دفاع 6-0 من القرين. كرم، حسين كرم، حسين كرم، يا سلام يا حسين، يا سلام يا حسين، يا سلام يا حسين، يا سلام عليك يا حسين، وبرافو يا عم. شوف كرم، شوف العقل المدرب، المدبر في برقان، عقل مدبر في برقان هو حسين كرم، برافو. اما عبد الله الحجرف قال له حاضر، راح اسجل، وسجل هدف التاسع. الجدي حمادي، السلام يا كمال الجدي، يا الجدي، هاي الجدي، لو موصل الكرة حق الدوسري، لو موصل الكرة، لكن كرة سريعة، الحوطي، الحوطي راح يهدي في عام. شوف اللعبة كانت سهلة، الجدي لو موصلها إلى لاعب الجناح اللي هو ناصر الدوسري، أتوقع راح تكون سهلة حق ناصر، ممكن يسجل الهدف، لكن دخول خاطئ، دخول خاطئ على لاعب القرين الجدي محمد الجدي. شوف الكرة مع الحجرف، دفاع 6-0، راح تكون نفس الطريقة، قلت لك أنا العقل المدبر في فريق برقان هو حسين كرم، هذا اللاعب الحوطي، في دقيقتين حكم، هل في دقيقتين؟ خلينا نشوف اللعب، في دقيقتين أكيد أكيد أكيد،
اكيد في دقيقتين. طبعا مثل ما قلت محمد مسعود عنده حلول اكيد، لان عنده عبد العزيز نجيب. عبد العزيز نجيب قوه ضربه هذا. هادي نصير طبعا لاعب سابق احد لاعبين كره اليد، شوف كرم، لكن كان اعطاك فرصه خذها، كان بامكانك تاخذها، لكن عبد الله، وعبد الله ضاع. شوف ثلاث كرات، لا ثلاث كرات وخلصها بالاخير محمد العريان. يعني ثلاث كرات، الثالثه هدف، كرتين نادي القرين يطلعون الكره، كرتين القرين كانوا يتشرون على الكره، لا اخذ الكره، الحكم ما صفر. مثل ما قلت لك عزيزي المشاهد محمد مسعودان عنده عبد العزيز نجيب، وايضا عنده فواز عبد الهادي. فواز القوه الضاربه في برقان، وايضا عبد العزيز نجيب فارق هدفين برقان. وهني الخبره نزول بخيت من لاعبين الرائعين، هذا اللاعب اللي عنده الكره يقود فريق القريق. خشوا من وين الحمادي، من وين، لا من بعيد حاول الحمادي يصوب على منو، على مهدي خان، كره سريعه الحوطي الى الجناح والاختراق، لكن حارس مرمى في رميه جزاء. هذا جاسم اسويلم شوفني جاسم، في مسك من لاعب القرين، طبعا حاول انه ياخذ الكره، وبرافو حكم صاحي جاسم سويلم. ونيل جيماز، وهدف الجيماز، وهذا فهد. طبعا نقص عددي في صفوف نادي القرين راح يلعب من غير حارس مرمى، واي كره يصطادها القرين المرمى راح يكون فاضي. شو الطريقه؟ 3-3، مشكلنا قادر حتى القرين يكسر هذه الطريقه، لكن الاستعجال بالتصويب. شفنا كره الحمادي من وين كان يصوب، هذا سري الى بخيت، الى السلام عليك. برافو يا محمد، برافو. لكن محمد سرعه شويه منك، ما فيها شيء، يقول ما فيها شيء، يعني هوش بالكره هوشه قويه بصراحه محمد، كانه بيصوب بالخداع، لكن دفاع قوي برقان. شوف 4-2، كمل الضغط، الجناح الحمادي، فرق يا الحمادي انك تصوب من 12 متر، فرق انك تصوب من 9 متر. برافو فريق نادي القرين، كرة مع برقان، والنتيجة 11-9. راح ندخل على الدقيقة 18، كرم الحجرف، الحوطي، تبادل المراكز الى الجناح، نزول الحوطي 4-2، الجيماز، الحجرف، لكن وين؟ هالمره لا هالمره فهد العميري صاحي. برافو يا فهد العميري صاحي لكرة عبد الله الحجرف بالاختراق، بعد التكتيك الواضح من فريق لاعبين برقان بصراحة، نزول 4-2 والضغط بين لاعبين ووصول الكرة الى عبد الله الحجرف باختراق، مساحة كبيرة عبد الله الحجرف بامكانه انه يسجل، لكن فهد العميري ترجع الكرة إلى القرين. دوسري، هذا الدوسري ينزل على الدائرة 4-2، راح ينزل، نزل على الدائرة 4-2، الضغط راح يكون الضغط عدم الاستعجال. شوف خطأ عليك يا محمد الجدي، وهذا فاست بريكسر. يا سلام عليك، يا سلام، الباص يا أبو أنس، عيد لنا الباص، التمرير الجميل هذا العريان لك. شوف خبرة حارس مرمى، خبرة صراحة، عينه على الملعب كله مو على لاعب واحد. برافو محمد العريان يسجل، وهني في دقيقتين يقول على منو، هادي نصير اتوقع على الرندي رقم خمسة. هل هو الرندي؟ بالفعل هو الرندي، ويعتذر هذا الرندي، مبارك الرندي، طبعا ولد نصيب الرندي امين السر، اتحاد الكره اليد سابقا ولاعب نادي الكويت
نصيب الرندي، عمه طبعا اللاعب الاسطوره مساعد الرندي، لاعب الدائره، لاعب منتخبنا السابق ومساعد مدرب حاليا في اتحاد الكويت. وهذه كره، هذه كره توصيل طريقه صحيحه، سجلها سجلها اكيد، انا واثق منك راح تسجلها يا الدوسري، لان لاعب مميز ناصر الدوسري، هذا اللاعب مميز بالجناح، شوف الثقه على حارس مرمى كبير. برافو يا ناصر، برافو يا ناصر الدوسري، هذا ناصر الدوسري، هذا ناصر الدوسري بالجناح الايسر، جناح مميز بصراحه. الحجرف، شوف الرندي، نزول بدر الرندي بالجناح، طلب الوقت المستقطع، كابتن محمد مسعودان طلب الوقت المستقطع. هذا فواز، هذا فواز، وهذا عبد العزيز نجيب، فواز الهادي، عبد الهادي، فواز عبد الهادي، وهني الخبره طبعا مع الكابتن رشيد شريح، اكيد وضع الخطه الحكام، كل ثقه، قياده مميزه من جاسم سويلم الدولي، جاسم سويلم وهادي نصير، قياده مميزه. فاست بريك، الكره الاولى فاست بريك، ونينا اهداف، كل ما تطبق خطه تكتيك واضع لك المدرب الطريقه الصحيحه ممكن تسجل، يعني انا مو شرط انك تسجل تسجل 100%، لكن طبق طبق، ممكن خطا واحد من اي مدافع يعني ممكن انك تسجل. انتهى الوقت المستقطع، نطلبها فريق برقان، كابتن محمد مسعودان، نشوف الكره هذه 4-2، 4-2، الحجرف، 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 يا الحجرف، يا الحجرف، رميه جزاء، عبد الله الحجرف، وهذا هادي نصير، برافو يا الحجرف، شوف اللعب الجماعي، شوف هني اللعب الجماعي، لاعب عبد الله الحجرف، لكن برافو بعد ايضا حارس مرمى فهد العمير تصدى، تكتيك ممتاز. الحجرف كان بامكانه يصوب من خارج امتار التسعه، لكن لقى مساحه وراح ينفذ الجيماز، نزول حارس المرمى عبد العزيز الردهان، هذا الردهان عبد العزيز الردهان، 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 لكن هني الجيماز، الجيماز، برافو، برافو يا وليد الجيماز، لاعب خبره اكيد، وليد الجيماز، بخيت، فارق 3 اهداف، والجناح المسعودي، ما شفنا المسعودي بالجناح الايمن، ولا شفنا هذا توني قاعد اتكلم، لكن المسعودي، يا المسعودي سجل، شوف واستبرك، لكن قطعت، برافو يا الحمادي، قراها الحمادي، قراها الحمادي، المسعودي حاول انه يسجل هدف لب على حارس مرمى اللي هو مهدي خان، لكن مهدي خبره وصاد كرة المسعودي، نزول البرجس في الجناح الايمن، يعني راح يلعب اكيد على الدائره، هذا على الدائره، لكن ما فيها شيء، ما فيها شيء، ما استلمت يا فهد، خلاص، وكرم، كرم يا كرم، برافو يا حسين، هذا حسين، حسين كرم، شوف الفاست بريك، لا تنطر صفارة الحكم، لا تنطر صفارة الحكم، العب، ارجع، خلاص، إذا بتنتظر صفارة الحكم راح يوسع الفار، النتيجة 14-10، شوف الكرة، الدوسري الجدي، الجدي، شوف الكرة هذه، غيت 4-2، الحمادي، عيسى، الجدي يا الجدي، كأنه سمعني، قال لي انطر علي يا كابتن، وهذا الجدي، برافو، برافو يا محمد، يسجل الهدف رقم 11 ليه؟ القرين، يسجل الهدف رقم 11 للقرين، نزول الرندي، بدر الرندي في الجناح الأيسر، طريقة 5-1 تقدمه طبعا، شوف لاعب القرين سماتش الحوطي، الحوطي الحوطي، برافو، برافو يا فيصل الحوطي، بكل ثقة فيصل الحوطي، بكل ثقة يسجل الهدف رقم 15، وهني كرة سريعة للجناح، الجناح، هالمرة الغائم، الغائم، الغائم يا الدوسري، الغائم يا الدوسري،
ممتاز من هذا اللاعب، لكن التصويب وخذاها الحجرف 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 الى عبد الله. برافو برافو. هل يحتاج لجرين وقت مستقطع؟ هل يحتاج لجرين وقت الوقت المستقطع؟ اخر سبع دقائق، ندخل على اخر سبع دقائق والنتيجه 16-11. الحمادي الى الجدي، طريقه خمس الى الدائره يا الرضان. برافو يا الرضان، بعد ما سجل عبد الله عيسى على الدائره ردت الى الرضان. هني كره سريعه، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، السرعه من عبد الله عيسى والرندي. هذا عبد الله عيسى، هذا عبد الله عيسى الرندي، ثنائيه ممتازه من عبد الله عيسى والرندي. برافو بدر الرندي، وسجل هدف رقم 17. هدف رقم 17، فارق 5 أهداف. راح يكون نفس الاسلوب، 4-2 على الدائرة. الجناح اللي راح يطلع، الجناح نزول الجدي، نزول الجدي 4-2. لكن شوف تسكير منطقة الوسط، هم قرابين بعض من الصعوبة. الحمادي المهارة الفردية، الله 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 الله، رمية جزاء رمية جزاء. شوف البداية كان الجدي قريب من لاعب الدائرة، لكن لما انفتح الملعب حصل له كرة، حتى بخيت يعني لاعب السنتر يبيهم انه يفتحون الملعب. شوف هني فتح اللعب فعل. وبرافو رمية الجزاء، رمية الجزاء ونزول حارس المرمى عبد العزيز تتان. هذا تتان، هذا التتان عبد العزيز، والبرجس راح يصوب فرج. البرجس والتتان، التتان والبرجس. برافو يا برجس، برافو يا فرج. هذا فرج البرجس، هذا فرج يسجل. وهني كرة سريعة، برقان كرة سريعة. هنشوف الحجرف 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 الحجرف، لكن حارس مرمى حارس مرمى. برافو، حاول حسين صوب من خارج امتار التسعة، لكن تصدي له حارس مرمى الردهان، الردهان عبد العزيز الردهان. والنتيجة 17-13. خيط دفاع 5-1. لاعب الدائرة علي الشمري، زول الجدي. شوف طريق، هذه الطريقة، هذه كرة اليد، هذه كرة اليد. لا المرة الأولى هدف، والمرة الثانية بالغام، والثالثة يا الدوسري. برافو برافو يا الحمادي، برافو يا الحمادي، برافو القيادة عند بخيت جميل. هذه كرة اليد، هذه كرة اليد لإلجرين، قاعد يطبق الطريقة الصحيحة. الحجرف 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 الحجرف، لكن بالغام يا الحجرف. هذه ثاني كرة الحجرف، نشوف ان الحجرف تصويبه باستعجال، يعني دخول وصوب لكن باستعجال. كان بامكانه انه يصوب بالراحة، ينتظر حركة حارس المرمى، ترجع الكرة الى الجرين. هتدخل على اخر 4 دقائق. 5-1 دفاع، 5-1 دفاع، 4-2 نزول جدي. عطى، وصل الكرة، وصل الكرة حمادي، الحمادي الكرة الأولى وصلها إلى الدوسري وسجل. هالمرة الحمادي صوبها، لو وصلها للجناح إلى البرجس، كرة سريعة إلى الحجرف، الجناح العريان راح يهدي، راح يهدي بالفعل، هدى. مثل ما قلت اوراق رابحه عند الكابتن محمد مسعودان، اللي هو عبد العزيز نجيب فواز عبد الهادي. وهي كره للجناح الرندي، الرندي الرندي، برافو يا الرندي، هذا الرندي بدر الرندي، برافو بدر الرندي. طبعا الكابتن لاعب منتخب سابق نايف الرندي، ومدرب في نادي النصر نايف الرندي، احد النجوم الزمن الجميل. ترجع الكرة إلى الجرين، 18 برقان، 14 الجرين. راح ندخل على آخر 3 دقائق. الجدي راح تطبق نفس الطريقة، 4-2 أكيد، 4-2 4-2 4-2. لكن السؤال
إذا استمر نادي القرين طريقة 4-2 والاختراق، هل راح يستمر برقان بنفس الأسلوب يلعب طريقة 5-1؟ السؤال طبعا عند الكابتن محمد مسعودان هو صاحب القرار، لكن الفرق 4 أهداف، يعني هو متقدم والطريقة الصحيحة، ودخول خاطئ، دخول خاطئ، دخول خاطئ أمام عين الحكم جاسم سويلم الدولي، جاسم سويلم دخول خاطئ، الرندي راح يهدي، عبد الله الحجرف يهدي، راح يهدي، يهدي بالفعل، عبد الله عيسى هذا لاعب الدائرة، الحجرف راح ندخل على آخر دقيقتين، 5-1 بالدفاع. سلام عليك، يا سلام يا سلام يا سلام على حارس المرمى، ايضا حارس مرمى عبد الله عيسى، برافو يا حارس المرمى، برافو يا ولد الردهان وني الحمادي، لكن دفاع بلوك، في دفع، في دفع على منو؟ هل على الرندي؟ هل على الرندي؟ اتوقع على الرندي، اي نعم على الرندي، على الرندي، شوف الرندي رقم 5 هذه اللي عاده، مع انه بلوك قوي، يعني الكره اللي قبل هذه الهجمه اللي كانت ل برقان طريقه ممتازه صحيحه وتوصيل الكره لعبد الله، لكن عبد الله عيسى اضاع امام حارس مرمى الردان اللي تصدي لكره عبد الله عيسى، ترجع الكره في اخر دقيقتين، دقيقه ونص، كره سريعه الحمادي، الحمادي الاختراق، برافو عبد الله الحمادي، هذا عبد الله الحمادي نشط اليوم، عبد الله الحمادي نشط، الحمادي شوف الاختراق كل قوه الحمادي وسجل هدف، برافو. نتيجة 18-15 وبرقان من غير حارس مرمى طبعا، اي خطأ راح يكون مرمى فاضي، واذا اصطادها السماتش سلمان السماتش لاعب 5-1، هذه كرة الحجرف يا الحجرف، برافو يا عبد الله الحجرف، برافو يا عبد الله الحجرف، يعني لو ما كان مضيع عبد الله الحجرف الثلاث كرات اتوقع راح يكون هداف قوية الجماز في الشوط الأول، يا برقان هذه كرة السماج 9 آخر دقيقة، آخر دقيقة، شوف هل راح يسجل القرين، بخيت الجدي، بخيت، يا سلام يا بخيت، يا سلام يا بخيت، يا لكن هالمرة الدوسري، الدوسري الدوسري، كرة ترد إلى برقان، آخر ثواني 20 ثانية، الدوسري أضع كرة وصلها لبخيت، 19-15، شوف من راح يصوب، فيصل، استلمها عبد الله، كرة سريعة ويصوب، لكن وين؟ خلاص 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 عزيز المشاهد، شوط اول تفوق حجرف برقان، الكره مع برقان، بداية الشوط الثاني كره مع برقان، برقان نفس التشكيله، نفس التشكيله برقان، خط الخلفي، دفاع 6-0، دفاع 6-0 القرين، نتيجة 19-15 والدقيقة الشوط والحجرف وصل الكرة، يا سلام عليك الحجرف، لكن وين الحوطي؟ وصل لك الكرة عبد الله الحجرف يا الحوطي، لكن التصويب، التصويب من لاعب الحوطي، هذا الحوطي من الصعوبة انه يضيع مثل هذه الكرات، الحوطي فيصل الحوطي، ترجع الكرة إلى القرين، دفاع 5-1 تقريبا نفس التشكيلة أيضا في القرين، الخط الخلفي أيضا لاعبين، لكن هنا موجود اللاعب برجس، وهي كرة سريعة، سلام على القرين، وسلام على تبديل الكرة، وصل الكرة يا رحمة، ما فيها شيء يقول الحكم، لكن صفارة من سويلم، هذا عبد الله الحمادي، يعني توصيل الكرة
توصيل الكرة، ترجع الكرة مرة ثانية إلى القريب، توصيل الكرة بطريقة صحيحة راح تسجل هدف. عودة عيسى البناي، عودة عيسى البناي، قوة ضاربة في فريق القرين هذا البناي. شوف قلت لك قوة ضاربة هذا اللاعب، قوة ضاربة هذا عيسى البناي، قوة ضاربة بالهجوم. شوف التصويب قوة، وني كرة سريعة، كرة سريعة الحجرف، لكن حكم ما فيها شيء، ما استلمته يا الحجرف، خلاص رد عليك. الكرة للجناح، في خط في خط في خط، شفتها من فوق، شفت ايضا من فوق خط، محاولة دخول من الجناح. حسين الى الحوطي، راح يهدي بالفعل، راح يهدي، هدى حسين، قلت لك يقود فريق برقان. كرة مع الحجرف، فيصل دفاع 6-0، دفاع 6-0، الاختراق، توصيل، برافو يا فهد الروضان، وقف الهجمة، برافو فهد الروضان، يوقف هجمة نادي برقان. هل راح يكون التصويب من خارج امتار 9 او العريان بالجناح، العريان بالجناح او الرندي ولاعب الدائرة؟ هي التصويب 6-0 تصويب، هذه اللي انا قاعد اتكلم عن، لكن صاحي 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 الردهان، برافو صاحي حارس المرمى هذا الردهان، هذا عبد العزيز الردهان، برافو يا عبد العزيز صاحي، قلت الكرة لازم راح توصل يا حق الجناح يا حق لاعب الدائرة، بالفعل وصلت الى الرندي، لكن لب وصحوة حارس المرمى اللي هو عبد العزيز الردهان. ترجع الكرة الى القرين، راح يلعب 4-2، شوف من راح ينزل على الدائرة، او البناي حمادي نزل على الدائرة، السلام عليك يا البرجس، لكن شوف الخطأ، لا نزول 3 على الدائرة هني، يعني ما كان في تخطيط، كمل الحمادي، كمل الحمادي، كمل كمل كمل، برافو يا الحمادي، برافو يا عبد الله، برافو يا عبد الله الحمادي، برافو الحمادي، شوف الحمادي تمويه ممتاز من عبد الله الحمادي. 17 القرين، 19 برقان، 4 دقائق لم يسجل برقان اي هدف، دفاع 6-0، هل نزول عبد العزيز نجيب يكون هذا وقته؟ فواز عبد الهادي، خلينا نشوف الحجرف، عبد الله الحجرف، صوب صوب يا فيصل الضغط، السلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا برق، يا سلام يا العريان، برافو برافو، والاجمل من الهدف التكتيك اللي طبقه نادي برقان، ضغط بين لاعبين، تبادل المراكز، برافو برقان، وبرافو المدرب محمد بن سعود بصراحه في التكتيك اللي وضعه، في الخطه اللي طبقها برقان، والنتيجه 20، اول هدف 5 دقائق سجل برقان اول هدف، 20-17، وهذا عيسى لكن دفاع قوي، عيسى 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 على فكره، عيسى البناي رقم 7 بامكانه، هذا هني الدفاع عبد الله، هذا عبد الله عيسى، بامكان عيسى البناي يصوب من 9 متر، لكن قاعد يوصل ليه داخل منطقه 9 متر، من هني بامكانه يصوب، لكن خلينا نشوف الطلع 4-2، شوف شوف هلا اتكلم لك، التصويب من وين؟ عكس المكان اللي المفروض يصوب فيه، راح الجهه الثانيه صوب، لكن تصويب خاطئ، وترجع الكره للحجرف، الحجرف يا الحجرف يا الحجرف يا الحجرف، يا سلام عليك يا عبد الله الحجرف، هذا عبد الله الحجرف، برافو يا عبد الله الحجرف، برافو يا عبد الله الحجرف، يسجل هدف رقم 21، برافو، هذا كابتن رشيد شريح. 5-1 بالدفاع، قدم عبد الله عيسى في امام الجدي محمد الجدي، البناي لاعب يروح يسلم نفسه، البناي يسلم نفسه
يسلم نفسه حق محمد الياقوت صعب. صوب من خارج امتار التسعة يا عيسى، انت بامكانك تسجل وهني الجدي، لكن ما فيها شيء وكرة سهلة الى حارس المرمى حسين كرم، الى الحوطي، الى الحجرف، الحجرف دخول خاطئ، الحجرف دخول خاطئ، الحجرف دخول فاس بريك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، برافو برافو برافو، هذا الجدي هذا الجدي، وني كرة سريعة الحجرف للجناح العريان وهدف، ثلاث اهداف سريعة هذا العريان. شوف عبد الحجرف وصل الكرة بطريقة صحيحة الى العريان وسجل محمد العريان، برافو العريان. نتيجة 22 برقان 18 القرين، راح ندخل على الدقيقة 8 دفاع 5-1 دفاع 5-1. هل راح يلعب 4-2؟ هنشوف نزول اللاعب البناي هاد الحمادي الحمادي، شوف عيسى الجدي، شوف لاعبين الدائرة يعني يم بعض، شوف لاعبين الخطأ في لاعبين الدائرة اللي هو رقم 10، شوف مع لاعب الدائرة رقم 10 طبعا موسى الجدي، موسى الجدي مع فهد كر مع فهد الرضا قريبين يم بعض لو يفتحون الملعب، شوف من وين صوب، لكن وين يعني مسافة بعيدة يا البناي، قلنا من 9 متر بإمكانك إنك تسجل، لكن حارس مرمى هذا مهدي خان. كرم كرم كرم، برافو يا الردهان الردهان، اصطاد كرة كرم عبد العزيز الردهان، حاول عبد العزيز كرم يفاجئ حارس مرمى لكن هدف، هذا مسعودان وهذا الردهان حارس مرمى عبد العزيز الردهان، برافو. لاحظوا اللاعب رقم 1 القرين اللي هو فهد الروضان، اي لاعب ينزل من الجناح او من الباك يكون قريب يمه، لا لما يفتح الملعب راح يكون الملعب مفتوح اكثر حق الخط الخلفي، اي لاعب ينزل على الدائره، خلينا نشوف الطريقه، هل راح ينزل الجناح هني من راح ينزل على الدائره، شوف نزل، شوف اثنيناتهم يم بعض، لكن سلام عليك يا سلام عليك يا الرضا، سلام عليك يا الفاست بريك العريان يا العريان، الفاست بريك والعريان، هذا العريان هدف سريع فاست بريك، برافو برافو برافو. وهني كرة ايضا ضايعة القرين، القرين باستعجال، الحجرف الحجرف يا الحجرف يا الحجرف يا الحجرف، يا سلام عليك يا عبد الله الحجرف، نجم اليوم عبد الله الحجرف، نجم برقان نجم برقان صراحة اليوم انت يا عبد الله الحجرف. 24 24 18 شوف المجازفة الثانية من الكابتن رشيد شريح من غير حارس مرمى، سبع لاعبين سبع لاعبين، اذا يطبقها القرين صح راح يسجلون، لكن دفاع قوي دفاع قوي، لاعب عبد الهادي اشكناني لاعب رقم 15 هذا اللي عند الكرة اشكناني عبد الهادي، شوف هنا الطريقة البرجس السلام الى الدائرة، ما استلمها ما استلمها ما استلمها، وكرة ملعب فاضي من زمان كان بامكانك تسجلها من زمان، برافو كان بامكانك تسجلها محمد الياقوت، طلب راح يكون طلب وقت مستقطعني، الروضان ما استلمها فهد الروضان، المرمى فاضي قلت خطورة اذا المرمى فاضي، اتوقع خلاص ما راح يطبق الطريقة ورا الثانية، اتوقع كابتن رشيد شريح راح يطبقها، لا ما راح يطبقها ما راح يطبق الطريقة. 5-1 النتيجة، 25 برقان طبقها طبقها، رد مرة ثانية نفس الطريقة، إذا يطبقها القرين بالطريقة صار راح يسجل، شوف شوف الفضاوة، شوف شوف الاستعجال، الحمادي
المدرب كابتن يعني رشيد ما يبي الطريقه التصويب تخرج، لا لا لازم يطلب وقت مستقطع اكيد، لان راح يعدل في طريقه راح يعدل. اه طلب وقت مستقطع، طلب وقت مستقطع بالفعل. هذه نصير طلب الوقت المستقطع. هني محمد مسعودان ها هني واضع خطة سبع لاعبين، يعني خطة واضحة انك لازم تضغط بين لاعبين وتوصل الكرة بسهولة بدون تكتيك، ما يبي له تكتيك المدرب رشيد، ما يبيك انك تسوي يعني الشيء المستحيل، لا لا لا، تضغط بين لاعبين وتسلم الكرة بسهولة. لكن فتح الملعب خاصة اللاعبين الدائرة اللي موجودين يفتحون الدائرة راح توصل لهم الكرة، راح توصل الكرة بسهولة. انتهى الوقت المستقطع، هاي بعض اللقطات الأهداف اللي سجلت. كرة مع القرين، خلينا نشوف عزيز المشاهد الطريقة، طالع الدائرة، منو الدائرة اللي موجود؟ علي الشمري رقم 77 وفهد الروضان، هذا اللي عند الكرة هو الشمري، هذا الشمري. شكرا مخرجنا، شكرا مصورينا. وشوف فهد الروضان اثنين على الدائرة، الضغط بس، المدرب ما يبي شيء رشيد، الكابتن رشيد يبي بس ضغط، تضغط وسجل على طول. لاحظ خلينا نشوف هذه الضغط، هذه الكرة هم استعجال شيء غريب من الكيل حمادي، والمرمى فاضي، المرمى فاضي، لكن وين 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 من اللاعب؟ طبعا تصويب ما كان له داعي، تصويب ما كان له داعي، باستعجال ترجع الكرة مرة ثانية. هنشوف اشكناني يقود الهجوم، هذا اشكناني، لكن دفاع قوي، دفاع قوي. هل في دقيقتين؟ في دقيقتين على منو؟ على منو الدقيقتين؟ اتوقع على عيسى، هذا عيسى، عبد الله عيسى، هذا عبد الله عيسى، دقيقتين عبد الله عيسى، دقيقتين عبد الله عيسى. نقص العددي خلاص، بيلعب نفس الطريقة 4-2 أو تصويب من الخارج أمتار 9. كمل شوف أنت اللي قاعد تخطف، أنت قاعد تسلم الكرة إلى برقان باستعجالك، يعني أشكراني وصل الكرة بطريقة صحيحة، لكن وصول حمادي داخل منطقة 6 متر أكيد راح يصدم في دفاع هذا الحمادي. تركي رقم 3 نزوله بالجناح الأيمن، تركي عواد، شوف الكرة هذه، حسين حجرف، حسين نقص العددي طبعا في صفوف نادي، أي خطأ راح كل مرمى فاضي. حجرف إلى حسين، راح يصوب الحجرف. والسلام عليك يا الحجرف، يا سلام عليك يا الحجرف، ويا سلام عليك يا احمد الشعيب، يا سلام عليك يا عبد الله الحجرف، اليوم نجم برقان، اليوم نجم اللقاء ايضا عبد الله الحجرف، صراحه لاعب عبد الله الحجرف سجل ووزع كرات ممتازه، وصل كرات اسيست حق اللاعب الدائره، وني اشكناني حاول يصوب عبد الهادي اشكناني لاعب السنتر، شوف اشكنا نحاول، لكن دفاع قوي. نيل الكرة مع الجدي، كمل وسجل، برافو يا محمد الجدي، هذا محمد الجدي رقم 55 محمد الجدي. شوفني خطأ من الرندي، خروجه على الجدي، استغل الجدي خروج بدل الرندي وسجل الهدف رغم 19. راح ندخل على اخر 15 دقيقة، اخر 15 دقيقة، النتيجة 26 برقان. شوف الكرة هذه الحجرف
الحوطي يعني برقان قاعد يطبق طريقة صحيحة. هذا اللي أنا قاعد أقول، شوف الرندي وين صوبه فوق، يعني برقان قاعد يوصل للأمتار الستة سواء من الجناح أو الدائرة. برافو إلى القرين، آسف، برافو برقان صراحة قاعد يطبق طريقة صحيحة، قاعد يوصل كرة صحيحة إلى الأطراف، لكن الغاء ترجع الكرة إلى القرين. حمادي الحمادي 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 إلى الجدي، وين يا الجدي، وين 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 يا الجدي، تقول يعني كرة سهلة الجدي، لكن المكان مو مكانك يا الجدي. وهني الرندي وثاني كرة، برافو يا حارس مرمى يا الردهان، برافو، هذا الردهان الردهان. وهني كرة إلى إشكالها، دفاع قوي في شو يقول في إعاقة خارج أمتار التسعة. حاول أشكناني، حاول أشكناني، شوفيني ما فيها شيء، ما فيها شيء، كرة عادية خارج أمتار التسعة. طريقة 4-2 صح اللي قاعد يطبقها نادي القرين، لكن التوصيل الكرة خاطئ، يعني استعجال من الخط الخلفي، مفروض ما تصوم من خارج أمتار التسعة، وصل الكرة إلى لاعب الدائرة أو الأجنحة. برجس، شوف الحمادي من وين جاي، والمنصوري، برافو عليك يا واسكوين أشكناني، برافو يا أشكناني، برافو. محاولة من لاعب أشكناني، وني الحوطي، الحوطي الحجرف يا الحجرف يا الحجرف، عبد الله الحجرف أنت نجم هذا اللقاء يا الحجرف، برافو يا عبد الله. شوف عبد الله تحرك، عبد الله من غير كرة تفاهم مع الحوطي وسجل هدف رقم 27. برافو برقان، برقان سجل هدف رقم 27 19. هل استسلام واضح على لاعبين القرين ام يعود مره ثانيه القرين؟ هذا رقم 9 السماج، سلمان السماج، طبعا ولد حارس مرمى منتخبنا السابق ناس سالميه عبد العزيز السماج، النجم الكبير بحراسه المرمى. الروضان تصويب، لكن استعجال ايضا، استعجال من منصور، منصور سلامات اللاعب اللي طايح، سلامات، هل هو عبد الله؟ سلامات محمد الياقوت، هذا محمد الياقوت، هني الاستعجال من هذا اللاعب منصور عبيد. شوف هني التصويب، بالتصويب يعني هي ايده، يعني ايده لما صوب الكره كمل ايده، حاش خسرت اللاعب اللي هو محمد الياقوت. سلامات يا محمد، سلامات يا محمد، كابتن رشيد شريح. وهني هذا ايضا رقم 10 موسى الجدي، اخطاء ونجاح تفوق مدرب محمد مسعودان، قياده فريق برقان خاصه تحت قيادة اللاعب السنتر اللي هو حسين كرم. وقلت لك أنا في لاعبين رقم 7، رقم 7 كرم هو اللي قاعد يقود برقان، لاعب السنتر أيضا بنجومية عبد الله الحجرف، بنجومية عبد الله الحجرف وخبرة الحوطي. شوف يعني برقان المدرب اليوم كأنه مستغني عن عبد العزيز نجيب وفواز. هذه كرة سهلة، هذه في عاقة، يقول في عاقة، في عاقة، في عاقة. لاعب الدائرة أحمد الشعيب رقم 10. شوف كرم الحجرف، هل راح توصل حق تركي في جهة اليمين؟ هني الرندي، لا الرندي غير موفق اليوم، لا تستعجل بدخولك بتصويبك للكرة الرندي. وهذا منصور كمل دفاع، برافو يا دفاع، برافو برافو، عودة الرندي، مبارك الرندي. وهذا الحوطي، هذا الرندي، الأجنحة بدر الرندي مو من عوايده يضيع هذه الكرات. شوف سلمان السماتش راح ينفذ لنا، هل طريقة 4-2 4-2 نزول 4-2 على الدائرة. شوف لاعبين الدائرة، شوف لاعبين الدائرة، التصويب هذا التصويب غير، لكن شوف لاعبين الدائرة، برافو عليك، برافو يا منصور،
برافو يا منصور، يفاجئ فيها، يفاجئ فيها بصراحة مهدي خان، التصويب على الثبات، برافو منصور عبيد. واتوقع هذا اللاعب كل ما تكون عنده الثقة بالتصويب والتسجيل راح يكون مستواه أكثر وأكثر. ذكروا هذا الاسم منصور عبيد، هذه كرة عودة المرة الجيموس. خلاص قال يعني كابتن محمد مسعود أنا عطيتك فرصة يا بدر رندي، خلنا رجع الخبرة، ورجع الخبرة اللي هو الجيماز. شوف التصويب، التصويب برافو برافو، شكرا لمخرجنا وشكرا لمصورنا إعادة اللقطات، قاعد تشوفونه أي خطأ راح نشرحه وراح أكيد راح تنعاد الكرة أكثر من مرة عشان لا تقولون إنه يعني هذا خطأ وهذا مو خطأ، لا لا كل شيء راح تشوفونه وتأكدون منه. مشكورين مصورين إعادة مخرجينا، هذه كرة تسمى، شوف هذه الطريقة الصحيحة، هذه كرة اليد، هذه كرة اليد، برافو 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 يا عبد الحماد. شوف عبد السلمان سلام عليك يا السماش، وصل الكرة بدون استعجال، برافو سلمان برافو سلمان. هني القيادة دائما اتكلم عنها، الضغط بين اللاعبين والطريقة الصحيحة توصلها الى الخط الخلفي، خاصة توصيل الكرة بالطريقة الصحيحة وسجل الاهداف. وشفنا الهدف اللي سجله الحمادي عبد الله، وهذه كرة 5-1، شايف منصور متقدم 5-1 على العقل المدبر. اوه في دقيقتين، هل في دقيقتين ام في قرار ثاني؟ في دقيقتين، دقيقتين دقيقتين على منصور، ثاني دقيقتين يا منصور، شوف شوف هاي ثاني دقيقتين منصور، ثاني دقيقتين، هذه ثاني دقيقتين يا منصور، دقيقتين نقص العددي. خلينا نشوف برقان الحوطي، هل راح يكون الضغط توصل الكرة إلى الأطراف إلى الدائرة؟ أوه سلام عليك يا ولد شعيب، يا سلام عليك يا ولد شعيب، أحمد أحمد برافو يا أحمد، برافو يا أحمد، وصل الكرة، سلام وصل الكرة كل قوته، سجل الهدف، سجل الهدف 29، 29 برقان، 21 فرق، 8 أهداف، والنقص العددي، ومن غير حارس مرمى يلعب القرين. سلمان السماش يقود القرين رقم 9، هنشوف خيت راح يلعب 4-2، هنشوف الطريق 4-2، نزول على الدائرة، يكون ضغط، خلاص خلاص سماش خلص خلص يا السماش، راح يكون لعب سلبي، ايضا انت لاعب مميز، كمل، شوف هذا اللي قاعد اتكلم عنه، كمل يا السماش وصبو، لكن دفاع قوي، دفاع قوي من الياقوت، هنشوف الطريقه ايضا الثاني راح يطبقها، خلاص 5 لاعبين، يبي يستفيد من الوقت، يبي يستفيد من الوقت السماش عشان باجي يمكن نص دقيقه على الدقيقتين، سلام قاريها 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 ترك، لكن التمرير الخاطئ، تمرير الخاطئ، وهذه كرة سريعة الحمادي، الحمادي دفاع قوي، دفاع قوي، دفاع قوي، ترجع الكرة إلى القرين، يصوب على ثبات إمكان توصيل الكرة، يا سلام عليك، لا لا التمريرة أحلى، التمريرة يا فهد الروضان أحلى، وأنت أكيد مقتنع يا فهد الروضان أن التمريرة أحلى، يا سلام عليك، يا سلام يا بخيت جميل، وانت جميل بالفعل بخيت جميل، وهذا الروضة لاعب الدائرة، بخيت جميل، بخيت جميل، هذا هذا بخيت جميل، هذا الخبرة بخيت جميل. تابعيني الاخوان، طلب طلب وقت المستقطع، طلب وقت مستقطع برقان، هذا هادي نصير، جاسم سويلم قيادة مميزة، حكامنا بصراحة بكل ثقة، محمد مسعودان، محمد مسعودان هذا مدرب، وخالد ملحم مساعد المدرب، قيادة مميزة من محمد مسعودان، وهني رشيد شريح، وأنا متأكد أن كابتن رشيد راح يقول لاعبين ما طبقوا، خاصة من يلعبون 7 لاعبين ونقص العدد. هني بويابس حارس المرمى، حارس مرمى منتخبنا، هذا الخبرة، هني الخبرة بخيت جميل،
انتهى الوقت المستقطع. شوف شو اللي قاله كابتن محمد مسعود، شو اللي راح ينفذه برقان، راح تشوفونه، راح تشوفون. شوفوا كم لاعب داخل الملعب يا ريت. ايوه شوفوا كم لاعب، 1 2 3 4 5 6 7. برقان يلعب بسبع لاعبين من غير حارس مرمى، راح اكيد راح يكون اثنين على الدائره. منو اللي على الدائره؟ هني يكون الضغط يا الجيماز يا تركي. شو اثنين على الدائره؟ اثنين عبد الله الحجرف، صاروا ثلاثه، يطلع عبد الله الحجرف ضغط، يكمل الضغط، لكن عبد الله الحجرف له كلمه ثانيه. لا شوف الضغط راح توصل للاطراف او ياخذها شعيب، خلينا نشوف. يعني هني الكره ما تصوب من خارج امتار التسعه، شوف توصلت كره للجناح. لكن الغار من اللي قلته بالضبط طبقوه، واتوقع هذه خطه الكابتن محمد مسعود. لكن الغام له كلمه امام اللاعب تركي عواد. تركي عواد رقم ثلاثه طبق برقان الطريقه، ضغط باللاعبين لكن لم ينجح، لم ينجح. 29 22 القرين راح يعتمد على فهد الرضا لاعب الدائره، خاصه سلمان راح يوصل. سلمان السماج، سلمان السماج، خلينا نشوف فهد الرضا. يا كاني قاعد اتكلم انه توصل الكره لك يا فهد، لكن انت فاجات الجميع يا فهد وصوبت. هذا فهد الرضا، يعني توقعت ان سلمان يوصل الكره، لكن فهد الرضا قال له ايضا اقدر اسجل انا من خارج من امتار التسعه، ويسجل فهد الرضا. برافو يا فهد. 29 برقان 23 القرين، واخر 6 دقائق الحوط التصويب، لكن رميت زاوية. يعني 7 لاعبين الحوطي، ما اعتقد ان المدرب قال لك صوب من الخارج من امتار التسعة، لا لا اضغط وصل حق الجيماز، وصل حق تركي، او انك لاعبين دائرة اثنين عبد الله ويا شوف وصل هني حق منو؟ حق الجيماز. خلاص هذا الكلام اللي انا قاعد اقوله عزيزي المشاهد. المدرب وضع الخطه هذه علشان يا لاعبين الدائره يا الاجنحه، وبالفعل الجيماز شوف الضغط هني. هل راح يطبق كابتن رشيد نفس الطريقه؟ لا كلها 7 لاعبين، 7 لاعبين هني، 6 لاعبين طبعا ما راح يجازف. كره مع عبد العزيز، قيت السماج، شوف عيسى اليوم غير موفق، عيسى البناي، هذا السماج صوب لكن في عاقه. هذا سويلم حكمنا الدولي الرائع، حكم دولي، حكم في عاقه، اعاقه لصالح القرين. ترجع الكره الى بخيت السماج، صوب هني، صوب هني، صوب، لكن وين تصويبه؟ وين يا الحمادي؟ وين فوق؟ وهذا فاست بريك سريع الى ترك السلام، لكن الحكم صايد، صايدك سويلم، صايدك، صايدك يا تركي. هذا سويلم، جاس سويلم حكمنا الدولي، هذا سويلم صاد كرة تركي. ترجع الكرة الى القرين، كرة مع خيت الى الدائرة، لكن الحجرف، يا الحجرف بذكاء، عبد الله الحجرف بذكاء، فاست بريك والتصويب. وين هو التصويب؟ محمد لياقوت باستعجال، التصويب باستعجال، فاست بريك يسبب لك مشكله. شوف هني التوزيع، شوف هني شلون الخبر، لكن حارس المرمى، يا سلام على حراس المرمى، برافو برافو حارس المرمى عبد العزيز تتان. شوف هني كل ثقه، توزيع الكرات، وهني الجدي، الجدي موسى الجدي. هاي شوف موسى، شوف اللقطات الجميله، تصدي حارس مرمى التتان، دفاع 6-0. شوف يعني شوف الطريقه الصحيحه عزيزي المشاهد، بكل ثقه الكابتن محمد مسعودان، شوف بكل ثقه وهو فايز يلعب بحر. وهني هدف، هدف الخبره، هني الخبره، هذا الخبره، خيط جميل، برافو خيط جميل، برافو. ولكن الطريقة اللي نفذها نادي برقان، وبكل ثقة، بكل ثقة من
كابتن محمد مسعودان طبق نادي برقان واللعب راح يكون لعب سلبي اكيد على برقان، راح يكون لعب سلبي اذا ما يضغط لكنا في دقيقتين في دقيقتين في دقيقتين هل في دقيقتين هل دقيقتين او في دقيقتين نعم عيدها 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 لنا يا ابو انس. خلينا نشوف ريله، شوف فهد الروضان، شوف فهد الروضان كان رقم واحد فهد الروضان ما ادري له خلاص دقيقتين واضحه واضحه. شكرا شكرا مخرج عشان لا يقولون انه ما فيها شيء، لا لا فيها شيء، فيها دقيقتين ناكد عليه فيها دقيقتين. برقان اخر ثلاث دقائق عبد الله الحجرف نجم المباراه اليوم عبد الله الحجرف صراحه، وحسين عبد الله الحجرف يا سلام. هل انا غلطان يوم قلت نجم المباراه يا عبد الله؟ هل انا غلطان يا الحجرف لما قلت انك نجم المباراه اليوم؟ شوف شوف التمويه وشوف الذكاء من هذا اللاعب عبد الله الحجرف، برافو يا الحجرف. ذكرتنا ايام وليد الحجرف يا عبد الله الحجرف، ذكرتنا بايام وليد الحجرف. كره مع القرين خيت سمات، شوف تصويب، هاي ثاني كره، ثاني كره، هذه ثاني كره انت يا بخيت، هذه ثاني كره يا بخيت، ثاني كره يا بخيت بخبرتك سجل الهدف رقم 25. برافو 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 يا بخيت. توقع خلاص يعني استسلام واضح، شوف الخطه شوف الخطه شوف الذكاء من الحجر، وصل الكره الى شعيب احمد شعيب، هذا احمد شعيب لاعب داير، ترجع الكره سريعه سريعه، ترجع الكره سريعه، توقع سريعه، نعم دفاع السماج خيت، لكن هالمره لا هالمره ما وصلت الطريقه الصحيحه. توقع قلت استسلام واضح من لاعبين نادي القرين، لاعبين نادي القرين استسلام واضح. خيت بخيت رمية جزاء، يقول الحكم يقول رمية جزاء، هذه رمية جزاء، شوف في دفع، في دفع من الحوطي، في دفع من الحوطي ورمية جزاء. من راح ينفذ؟ البرجس راح ينفذ رمية الجزاء، البرجس فرج، البرجس والتتة، برافو يا فر، برافو يا فرج، هذا فرج البرجس كل ثقة يسجل الهدف 26. توقع خلاص نص دقيقة، نص دقيقة وينتهي هذا اللقاء. فوق برقان الحجرف كل هدوء، برقان قاعد يطبق بكل هدوء، يصوب لكن فيصل يصوب الحوطي، لكن تصويب سهل. هل في دقيقتين 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 على شعيب، دقيقتين مع ابتسامة من جاسم سويلم، دقيقتين هذا أحمد شعيب، شوفني أحمد شعيب، يعني يمكن ما كان له داعي من أحمد شعيب لأنه خلاص مباراة منتهية تقريبا، لكن برافو برافو للحكم مباراة تلاحق على يعني انه ما تصير بين اللاعبين، وخلاص خلاص اتوقع اتوقع خلاص.